السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيبتي الغاليات. فيديو جديد لأول مرة كتشاهد القناة أو كتشاهد الفيديو، مستنى اشتراك بالقناة، فعل جرس يصلك كل جديد. اللي جبتكم مجموعة من التنسيقات ومجموعة من الموديلات اللي نتمنى أنها تنال إعجابكم. لأول مرة كيشاهدنا منساش دايما يدير لنا اللايك وبارطاجي الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. كما كتشوفوا كاين هذه المجموعة ديال هاد الموديلات ديال هاد الفساتين او هاد الاشكال اللي في الالوان اللي نتمنى انها تنال اعجابكم. كما كتشوفوا موديلات اللي كتكون انيقه في اللبس للخروج للعمل، يعني العمل اليومي، يعني جميع الاوقات كيصلحوا هاد الموديلات. كما كتشوفوا كاين هاد الموديل حتى هو مولي كيصلح حتى للبنات لدخول المدرسه او العمل اللي كيعجبهم بحال هاد ستايل. كما كتشوفوا الموديلات اللي كتكون انيقه، كاين هاد الموديل في الالوان كما كتشوفوا الالوان ديولو. كاين هاد الموديل اللي كيصلح للمناسبات حتى هو كيجي في الالوان. كنبغي نختار لكم الموديلات اللي كيكونوا في الالوان، نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. كاين هاد الأنسوبل اللي كيجي بحال هكا، حتى هو كيجي أنيق، حتى هو فيه الألوان. كاين هاد الموديل ديال هاد الفستان حتى هو كما كتشوفوا في الصالة ديالو كيجي حتى هو في الألوان. كاين هاد الموديل حتى هو مولي كما كتشوفوا الفصالة ديالو اللي كيجيو اليدين ديالو واسعين كيكونوا بالصمت، كتجي الفستان كيجي واسع من التحت حتى هو كما كتشوفوا الموديل ديالو. كاين هاد التنورة اللي كتصلح لموسم الشتاء او الخريف كما كتشوفوا، كيجي الموديل ديالها انيق في اللبس. كاين هاد الموديل المولي ديال هاد الفستان اللي كيجي بحال كيجي بالحزام، كيجيو ايديه واسع وكيجيو مقبوضين بلاستيك كما كتشوفوا، كيجي انيق حتى هو. كاين هاد الموديل، هاد الموديل كيكونوا فيه جوج الوان كيجي حتى هما انيقين باللبس كما كتشوفوا. كاين هاد التنوره اللي كتجي هاك كتجي حتى هي في الالوان، كيجي مع التريكو اللي كيكون مفتوح كيكون في المقافل كما كتشوفوا، كنتي تخليه مفتوح او تقفلي المقافل كيجي بحالك. كاين هاد الانصوب المولي كما كتشوفوا في الموديل ديالو في الالوان حتى هو. كاين هاد الموديل ديال هاد الجاكيطه اللي كتجي بحالك كما كتشوفوا، كتجي انيقه حتى هي، هي كتكون في الالوان. كاين هاد الفستان ديال الجيم اللي كيجي في هاد الموديل ديالو كما كتشوفوا، كيجي حتى هو انيق في اللبس في جوج الوان في الجري وفي الازرق كما كتشوفوا اللون ديالو في الازرق. كيجي واسع هاد الموديل، كيجي الكسوات ديالو كتكون واسعه اللي كيعجبوهم هاد الموديلات ديال الجيم. كاين هاد التنوره اللي كتجي هكا بهاد التريكو اللي حتى هي فيها الالوان كما كتشوفوا الالوان ديال هاد الموديل اللي كتجي حتى انيقه، اللي كيبغي يلبسها مع جاكيطه او كيلبسها مع هاد الموديل مع معطف او جاكيطه كتكون طويله او قميجه طويله ديال الصوف. كاين هاد الموديل ديال هاد الفستان ديال هاد الاحتواء ديال الصوف اللي كيجي انيق حتى هو في الالوان.
كاينين هاد هما اللي هاد التنورات كيجيو حتى هما بتريكو ديالهم او الموديل ديالهم كيجي انيق حتى هما في اللبس، حتى هما كيكونوا في الالوان. كما كتشوفوا الالوان ديال هاد الموديل كما كتشوفوا هاد الموديل اللي كيكونوا فيه الالوان الصراحه كيجيو انيقين الالوان، كل واحد كيعجبو اللون اللي يبغي يشري. كنشكر دائما المتتبعات الجداد او القدام اللي كيتبعني للقناه، نتمنى اني دائما نكون كنقدم لكم الجديد في هاد الموديلات اللي كنكون نحاول نختار لكم موديلات اللي كتكون جميل الاوقات. كما كتشوفوا كاين هاد الفساتين اللي كيكونوا في الكحل، اللي كيكونوا في عديد الاشكال، كيكونوا في الزواقات في الصالة ديالهم. كما كتشوفوا كاين هاد الموديل مولي، كما كتشوفوا حتى هو كيجي في جوج الوان. كاين هذا الموديل حتى هو ديال هاد الفستان اللي كيجي بحال هكا، حتى هو كيجي انيق في اللبس كيكون فيه الالوان حتى هو كما كتشوفوا الالوان ديالو. كاين هذا الموديل اونصوب اللي كيجي بحال هكا، حتى هو كيجي انيق، حتى هو كيجي في الالوان، كتشوفوا الالوان ديولو. كاينين هاد الموديل ديال هاد القواميج اللي كيجو بحال هاك، اللي كيعجبهم بحال هاد الستايل ديال هاد الموديلات او هاد التنسيقات اللي كيجو مع قواميج، كيجو مع سروال ديال الجيم، سروال في الكحال، في الوان جميع الالوان. كاين هاد الموديل حتى هو مولي كما كتشوفوا، حتى هو كيكون في الالوان كما كتشوفوا الموديل. كاين هاد التنسيقات تا هما ديال هاد الفساتين اللي كيجيو انيقين في اللبس، اللي كيصلحوا للخروج العمل، يعني كي جميع الاوقات. اللي نتمنى انهم ينالوا اعجابكم هاد التشكيله اللي قدمت لكم في هاد الفيديو. كما كتشوفوا كاين هاد الشكل ديال هاد التنورات اللي كيجيو بحال هكا حتى هما. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد وموديلات جديده.